الإمام من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومعصية الإمام من معصية الله ورسوله. والمؤمن يحتسب الأجر في طاعة الإمام كما يحتسب الأجر في طاعة الله ورسوله. والدليل حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة الأمير والإمام ليست مداهنة، وليس خوفا منهم، وليس طلبا في الدنيا، وليس طلبا للمناصب، وإنما هي من طاعة الله. من يطع الأمير فقد أطاعني، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والجميع يعلم أن من كذب بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بإجماع العلماء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن نصدق أحاديثه أو نكذب بها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. هذا حال الأمة، إن كنا مصدقين بهذه هذه النصوص، وهذا حال الأمة مع ولاة أمرها، فهذا هلاك بين، وهذا حمق بين.